السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الجغرافيا مع منصة البث المباشر. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس بعنوان البيئة نظامها ومواردها. ولو نفتكر يا شباب، إحنا بكده كنا بناخد أو بنكمل على درس الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها البيئة، وكمان اتكلمنا عن علاقة الإنسان بالبيئة اللي عايش فيها. أما النهاردة احنا هناخد موضوع جديد وحلقة جديدة بتتكلم عن حاجة اسمها النظريات المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة. يعني ايه يا شباب النظرية المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة؟ علاقة الإنسان بالبيئة زي ما احنا خدنا كده إنها مرت بمجموعة من المراحل، كل مرحلة منهم كان ليها صفات بتختلف عن المرحلة الأخرى، ولكن العلماء اختلفوا في تفسيرهم للعلاقة ما بين الإنسان والبيئة خلال المراحل دي. في من العلماء اللي قال إن البيئة هي اللي بتأثر على الإنسان، وإن البيئة هي كل حاجة في الدنيا. في من العلماء دول اللي قال لا، الإنسان هو اللي بيأثر على البيئة. وفي منهم اللي قال العلاقة بين الاثنين علاقة مركبة وعلاقة مزدوجة، وإن ما ينفعش أقول إن الإنسان هو اللي بيأثر على البيئة وبس، ولا ينفع أقول إن البيئة بتأثر على الإنسان وبس. تعالوا ناخد مع بعض الثلاث نظريات المفسرين لعلاقة الإنسان بالبيئة، ونبدأ بأول نظرية معانا هي المعروفة باسم النظرية الحتمية أو اسمها النظرية البيئية. ومن اسمها حتمية يعني إجبارية، من اسمها النظرية البيئية يعني شايفة إن البيئة هي كل حاجة، وإن الإنسان ده ملهوش أي دور في الحياة، فترى أن البيئة تؤثر على الإنسان والإنسان ما بيأثرش. يعني إيه؟ بتقول أن الإنسان يخضع للبيئة، بيسمع كلام البيئة فهي تسيطر عليه، البيئة هي المحرك الرئيسي ليه وليس العكس. الإنسان ده ملهوش دور من وجهة نظر النظرية الحتمية. فالبيئة بما فيها من مناخ وغطاء نباتي وحياة حيوانية تؤثر على الإنسان وتحتم عليه أنشطته الاقتصادية وعلاقاته التجارية. مثال: أنا لابس شتوي لأن الجو ساقع، أنا لابس صيفي لأن الجو حر، مين اللي حدد لي ألبس إيه؟ المناخ. طيب أنا بمارس نشاط الزراعة عشان عندي تربة طينية، أنا بمارس نشاط الصيد عشان عندي مسطح مائي، أنا بمارس نشاط مثلا التعدين عشان عندي معادن ومصادر طاقة، مين حدد لك وظيفتك من وجهة نظر النظرية الحتمية؟ قال البيئة. ولكن احنا بننتقد النظرية دي لأن الإنسان خضوعه ليس كامل للبيئة، بمعنى ان احنا بنقول لها انت غلط يا نظرية. الانسان بيعيش في البيئة وبيتأثر بيها، بس لا يخضع لها خضوعا كليا. انت تجاهلتي دور التطور التكنولوجي في الحد من العوائق البيئية، بمعنى الجو ساقع بس انا مشغل الدفاية، الجو حر بس انا مشغل التكييف، ممكن ازرع نبات في فصل مناخي غير بتاعه او غير اللي المفروض ازرعه فيه عن طريق الصوبة الزراعية. اذا الانسان من خلال تطوره التكنولوجي قدر ان هو يتغلب على البيئة بكل ما فيها. والدليل على كده عندي دليلين. الدليل الاولاني اللي بيثبت ان الانسان ما بيخضعش للبيئة خضوع كلي دولة اليابان. لما ناخد بالنا يا شباب من دولة اليابان على الخريطة، هنلاقي ان اليابان دولة بتأخذ الشكل الجذري في المحيط الهادئ، دولة جذرية في وسط المحيط مش متصلة باليابس مع الدول الأخرى. رغم كده استطاعت اليابان بفضل التطور التكنولوجي بتاعها زي ما احنا شايفين مكانها على الخريطة، قدرت انها تتواصل مع كل دول العالم، انها تبتكر وسائل نقل ومواصلات مختلفة تأهلها بالاتصال بجميع دول العالم. وسائل اتصال سواء كان انترنت، سواء كان مواصلات زي الطيران زي السفن،
هل استسلمت للعزلة التي فرضتها عليه البيئة؟ قال لي لا، الإنسان لم يستسلم، والدليل على ذلك دولة اليابان التي لم تستسلم نهائيا وأبدا للحتم البيئي. اخترعت طيارات، اخترعت حاجات تقدر توصلها لجميع دول العالم. طب ايه نتيجة ان انا انتقدت النظرية وقلت ان النظرية الحتمية نظرية ليست صحيحة بالمعنى الكلي، فهي تفترض ان الانسان خضوع خضوع تام؟ هل النتيجة ظهرت النظرية الامكانية وهي عكس النظرية الحتمية. ايه هي بقى النظرية الامكانية او ايه هي النظرية الاحتمالية؟ قبل ما ناخد الإمكانية نقول بسرعة إن النظرية الحتمية بتقول إن البيئة تأثر على الإنسان والإنسان ما بيأثرش. عندها دليل إن المناخ الغطاء النباتي بيحدد لك نشاطك الاقتصادي. انتقدناها وقلنا لها أنت نسيتي التطور التكنولوجي اللي اليابان عملته عشان تتغلب على عزلة. نروح للنظرية الأخرى وهي النظرية الإمكانية التي تعرف باسم النظرية الاحتمالية. تقوم النظرية على عكس النظرية الاحتمالية، فهي ترى أن الإنسان يؤثر على البيئة بشكل كبير ولا يتأثر بها. فالإنسان يملك إرادة فعالة مؤثرة، مش بس في اتخاذ قراراته الخاصة بحياته، لا ده كمان الإنسان بياخد القرارات اللي تخص البيئة. طب ايه دليل النظرية الإمكانية على إن الإنسان هو كل حاجة وإنه ما بيتأثرش بأي حاجة؟ قالت دليلها الفرعون المصري، الحضارة المصرية القديمة، حيث نجح الإنسان في السيطرة على نهر النيل من خلال إقامة الجسور، مشروعات الري، وبناء السد العالي. يعني إيه؟ قال لي الحضارة المصرية القديمة يا شباب، كان الإنسان المصري القديم كانت البيئة بدائية جدا، كانتش موفرة له أي حاجة، قدر يبتكر الحضارة بتاعته، قدر يبني الأهرامات في وقت الدول الأخرى كانت ما عندهاش أي من نوع من أنواع العمران، قدر إن هو يبتكر أساليب ويبني معابد ويعمل حاجات كتيرة جدا، يبتكر الطب، يبتكر الفنون، يبتكر العلوم المختلفة. إذا الإنسان المصري ما فيهوش حاجة، الإنسان المصري كان عبقري بطبيعته وقدر يتغلب على البيئة الصحراوية القاحلة، وقدر إن هو يبني حضارة عريقة، حضارة عظيمة. قال لك الإنسان المصري دليل على إن البيئة ما تقدرش توقف الإنسان. ده رأي النظرية الإمكانية، استدلت في كلامها على الإنسان المصري القديم. ولكن بنقول لها انت بتقولي ان الانسان قدر ان هو يوقف الطوفان، قدر ان هو يوقف الفيضانات عن طريق بناء السدود، تقولي الانسان قدر ان هو يبني الجسور والقناطر، ولكنك غاليتي في دور الانسان على البيئة. يعني ايه؟ ادت للانسان زيادة جدا في الدور بتاعه، وتجاهلت أن الإنسان هو سيد البيئة وحاكمها، ولكنه سبب تلويث البيئة وتسبب في العديد من المشكلات بفعل السيادة شبه المطلقة. الإنسان افتكر نفسه هو سيد الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يا شباب خلق الإنسان كل ما على الأرض وسخره للإنسان، ولكن لازم ندرك تماما ان كل الكائنات اللي ربنا خلقها لنا خلقها لخدمتنا، ولكن في نفس الوقت ما جعلناش نظلمها او نيجي عليها. الانسان بيجور على الارض الزراعيه، يجور على النباتات، يجور على الحيوانات، يجور على الطيور، وده خطر لان دي حاجات ربنا خلقها لك علشان خاطر تساعدك. ازاي انت تأذيها؟ ازاي تأذي كائنات حيه بتشعر وبتحس زيها زي الإنسان بالضبط؟ فبنقول للنظرية الإمكانية أنها غلط في دور الإنسان على البيئة وتجاهلت أنه سبب تلويث البيئة. مين السبب في عدم التوازن البيئي؟ ظاهرة التصحر، التلوث النووي، تآكل طبقة الأوزون، كل الملوثات الموجودة في البيئة النهاردة السبب فيها هو النشاط الذي يمارسه الإنسان.
إذن الإنسان كان ليه تأثير، ولكن واخد بالك من الصور اللي قدامك بتقول إن تأثير الإنسان على البيئة كان تأثير إيه؟ برافو، كان تأثير سلبي، فالإنسان كان سبب لتلويث البيئة. طب إيه نتيجة إن أنا انتقدت النظرية التي تعرف بالنظرية الإمكانية؟ النتيجة انتقاد النظرية الإمكانية أدى لظهور نظرية أخرى ثالثة تعرف باسم النظرية التوافقية. النظرية الإمكانية بتقول الإنسان بيأثر على البيئة وما بيتأثرش بحد. النظرية الإمكانية بتقول إن الفرعون المصري قدر ينتصر على البيئة ويبني حضارة عريقة ويبني قصور ويبني سدود. بنقول لها الإنسان أيا كان بيلوث في البيئة، والنتيجة ظهرت النظرية التوافقية. النظرية التوافقية دي هي نظرية وسط، وهي النظرية الصحيحة التي توفق بين النظرية الإمكانية والنظرية الحتمية. طب ليه هي النظرية الصحيحة؟ لأن احنا شباب في تعريفنا للبيئة قلنا إيه؟ هي الوسط المحيط بالإنسان من كائنات حية ومكونات غير حية تتأثر به وتؤثر فيه. إذن الإنسان يؤثر في البيئة ويتأثر بها، مش بيأثر فيها بس، لا ده بيأثر ويتأثر. النظرية التوافقية بتقول إيه؟ تؤمن بأنه لا توجد حتمية مطلقة ولا توجد إمكانية مطلقة، فالإنسان والبيئة كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر. هما كده الثلاث نظريات، حتم إمكان توافق، حتمية اللي هي البيئية، الإمكانية هي الاحتمالية، التوافقية هي النظرية الوسطية. تمام كده يا شباب؟ هنروح دلوقتي معانا لحاجة اسمها النظام البيئي. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم خلقنا كل شيء بقدر معلوم. ربنا خالق كل شيء بمقدار معين بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى وضع للكون دورة حياة، الدورة دي بتتسم بالدقة والتوازن، وتستمر الحياة في عالمنا بفضل التحولات والتفاعلات اللي بتحصل بين عناصر ومكونات النظام البيئي. طب يعني ايه اصلا نظام بيئي؟ قال النظام البيئي هو عبارة عن منظومة متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية تتفاعل مع بعضها البعض لتدخل في صورة وتخرج منها في صورة أخرى. واحدة واحدة ونفهم بقى التعريف. قال لك أنت عندك كائنات كتير قوي على الأرض، سواء الكائنات أو الكونات دي حية أو غير حية، نبات، حيوان، إنسان، تربة، شمس، مية، هواء، كل ما على الأرض الحاجات دي كلها بتتعامل مع بعضها، فتدخل البيئة بشكل وبعد التفاعل بتخرج منها بشكل آخر. تعالوا نشوف إزاي. في نظام البيئي، نظام بيئي يتكون من كائن حي، إنسان، حيوان، نبات، كائنات غير حية، صخور، التربة، المية، الهواء، الشمس. الكائنات دي كلها تتفاعل مع بعضها فتعمل توازن ديناميكي. يعني ايه؟ بتعمل توازن في البيئة نتيجة تفاعلهم مع بعض. عارفين السلسلة الغذائية اللي كنتوا بتاخدوها زمان في العلوم؟ الإنسان بيعيش على أكل اللحوم، والحيوانات اللي أنا باخد منها اللحوم بتعيش على أكل النباتات، والنباتات بتيجي عن طريق تفاعل التربة مع المية مع البذور، والتربة بتيجي من تحلل الكائنات الحية اللي وصلناها الإنسان. هي دي السلسلة الغذائية، هي دي المنظومة الغذائية، هي دي المنظومة اللي اتكونت منها البيئة بتاعتي. فأصبح في البيئة عندي يعني آخد حاجتين، حاجة اسمها مدخلات وحاجة اسمها مخرجات. في النص بيحصل حاجة اسمها العمليات. يعني إيه؟ كل كائن بيدخل في البيئة بسميه مدخل، وبعد ما يخرج منها بسميه مخرج. ما بين عملية دخول الإنسان وما بين عملية خروجه حصل حاجة اسمها العمليات.
بين عمليا دخول النبات وما بين خروجه من البيئة حصل حاجة اسمها عمليات. تعالوا ناخدها بشكل فعلي وتطبق على الكائنات الموجودة عندنا، ونشوف ازاي النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه بيتكون او بيحدث. يبقى النظام البيئي هو عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية والغير حية التي تتفاعل مع بعضها البعض فتدخل في صورة وتخرج منها في صورة أخرى. الشمس، الشمس بتدخل عندي بالنهار في صورة حاجة اسمها إشعاع شمس، فتعطيني ضوء وحرارة. الشمس تدخل لي بالنهار إيه؟ تديني الضوء والحرارة، فأنا كإنسان أخد الشمس، أخد منها الضوء والحرارة، أستفيد بالحرارة بتاعتها بإن أنا أتدفى. النبات يستفيد منها في عملية تمثيل البناء الضوئي، حيوان يستفيد منها في عملية التمثيل الغذائي، التربة تستفيد منها في عملية التغذية بتاعتها وتوفر العناصر، تستفيد منها في عملية التفكك. كل الكائنات اللي على الأرض استفادت من الشمس وخدت منها. يبقى دخلت الشمس نهارا في هيئة إشعاع شمس، بس الشمس لما جت تخرج خرجت بالليل في صورة حاجة اسمها إشعاع أرضي، فينعكس الإشعاع الأرضي يخرج بقى من الأرض على القمر فيظهر القمر مضيء رغم أنه جسم معتم. هذه الشمس أهي بتديني إيه؟ ضوء حرارة. تدخل نارا شمس ضوء وحرارة، تخرج ليلا إشعاع أرضي. دخلت إشعاع شمسي، خرجت إشعاع أرضي. إذا أدي كائن أهو أو مكون أهو من مكونات البيئة الغير حية. هل الصورة اللي دخل بيها هي نفسها الصورة اللي خرج منها؟ قال لي لا، هو بالنهار بيديني ضوء وحرارة، لكن بالليل ينعكس يعني على القمر فيظهر القمر مضيء رغم أنه جسم إيه؟ معدن. تاني مصدر من أو تاني مكون من مكونات البيئة بتاعتي اسمه المياه. كل أنواع المياه الموجودة على سطح الأرض يا شباب، كل أنواع المياه تكونت بفعل عمليات تساقط المطر. طيب هي الأمطار جاية ازاي أصلا؟ جاية نتيجة تبخر مياه. فأنا عندي المياه مصدرها الأول هو المطر. طب وبعدين؟ يبقى دخلت المياه البيئة في هيئة أمطار. هتخرج ازاي؟ يا إما المية دي تتبخر، الشمس تشربها، تبخرها، تكون لي سحابة عشان تسقط مطر تاني، يا إما تتحول لنهر أو بحر أو محيط أو بحيرة، تتحول إلى حاجة اسمها جريان سطحي، يا إما تتخزن في باطن الأرض وتحول إلى مياه جوفية، يا إما النبات يشربها وبعدين يحصل حاجة اسمها عملية نكح للنبات. خدتوها في العلوم. يبقى أنا عندي المية دخلت أمطار ولكنها هتخرج من البيئة بتاعتي بأشكال متعددة، نهر بحر محيط، تدخل عن تخرج عن طريق إنها تتبخر مرة تانية، تتكاثف في هيئة سحب. هل كده المياه دخلت وخرجت بنفس الشكل ولا خدت بالك إن الشكل بتاع المياه شكل متغير؟ طب ايه هي استخدامات المياه؟ المياه تستخدم في الشرب، تستخدم الدرس اللي جاي عندنا القادم باذن الله هتكون عن مصادر المياه وموارد المياه. ميه بستخدمها في الشرب، بستخدمها في استخدامي في الاكل، بستخدمها في استخدامات المنزليه، بستخدمها في الزراعه، بستخدمها في الصناعه، لها عده استخدامات. وهي مصدر الحياه على كوكب الارض. بدونها كائنات الحيه ما تقدرش تعيش على الأرض بدون المياه. وكنت دايما تاخده في العلوم إن كوكب الأرض في حياة بسبب وجود المياه عليه. شايفين دي حركة المياه اهي، تتبخر، يحصل تكاثف، الرياح تاخدها حولتها لسحب، يحصل تساقط على شكل مياه أمطار، ثم بعد كده تتحول إما ثلج تتجمد زي المحيط القطبي،
أو تحول لجريان سطحي نهر أو بحر أو محيط، أو تتخزن في باطن المياه فتحول إلى مياه جوفية أو نباتات تشربها وبعد كده يحصل نكح للنبات. ده شكل لتساقط الأمطار. إيه الشمس بتبخر المياه الموجودة عندي وبعدين بتحولها إلى إيه؟ إلى سحب. أكون فاهم كويس أوي. الشمس دخلت إشعاع شمسي وخرجت إشعاع أرضي. في النص ما بين الخروج والدخول عملت حاجة اسمها العمليات اللي هي إيه؟ تمثيل البناء الضوئي للغذاء، تمثيل الغذاء للحيوان، عملت الإنسان الدفن. ساعدته في النمو. المية دخلت عن طريق المطر، خرجت بأشكال مختلفة. في النص الإنسان استفاد منها، الصناعة استفادت منها، التربة استفادت منها، النبات استفاد منها، الحيوان استفاد منها، كائنات كتير جدا اتغذت عليها. ثالث مكون من مكونات البيئة عندي وهو اسمه التربة. تساعد حرارة الشمس والمياه على تفكك الصخور وتفتتها مما يؤدي لتكوين التربة. يعني إيه؟ قال التربة بتتكون نتيجة تفكك الصخور. يعني ايه نتيجة تفكك الصخور؟ مطرة تنزل على صخرة فتفضل تكسر فيها بنقط المية اللي نازلة دي لحد لما تاخد معايا فتفيت كده او تفتت قطع من الصخور، زي هضبة الحبشة لما بتسقط عليها الامطار وتجيب لي الطمي معاها وهي جاية. او الشمس، أشعة الشمس لما بتكون عالية تيجي على الصخر فينشف قوي، بيحصل له حاجة اسمها عملية التجوية، فيبدأ إن هو يتفتت. يبقى التربة بتتفتت نتيجة تفاعلها يا إما مع المية يا إما مع الشمس. تفكك الصخور اللي بيكون لي التربة. تفقد التربة بعض عناصرها نتيجة لعوامل التعدية والتصحر والتجريف. يعني إيه؟ يعني التربة هفقدها إزاي؟ هتخرج من البيئة إزاي؟ تجريف. يعني فلاح يروح شايل الطبقة الطينية ويروح يبقى على مصنع الطوب، كده هو جرف التربة. التصحر، إن الرمال تيجي على التربة الزراعية فتفقدها القدرة على الإنتاج. عوامل التعرية، إن الهواء يجي ويحرك الرمل أو يحرك التراب لقدام فيحركه من مكانه فخرج كده من البيئة بتاعته. يبقى التربة دخلت نتيجة تفكك الصخر، بس التربة لما خرجت خرجت نتيجة التعرية والتصحر والتجريف للتربة. ده شكل التربة بتاعتي. بعد كده عندنا بنتكلم عن النبات الطبيعي. النباتات بصفة عامة سواء النبات الطبيعي أو النباتات المزروعة يا شباب. بيدخل النبات عندي ازاي؟ قال النبات يدخل عن طريق الزراعة واستنباط أنواع جديدة، بيدخل عن طريق البذور. يعني أنا حطيت في الأرض أو حطيت في التربة بذرة. البذرة دي اتفعلت مع المية، اتفعلت مع الرياح، اتفعلت مع التربة، في الآخر خرجت لي إيه؟ محصول. خدت في النهاية محصول زراعي، خدت في النهاية شجرة كبيرة، خدت في النهاية نباتات وحشائش. إذا النبات دخل بذرة وخرج محصول، حصاد، شجر، غابات، حشائش، وإن هو خرج محصول في النهاية. في النص ما بين إن هو كان بذرة وما بين إن هو اتحول لمحصول، حصل في النص مجموعة عمليات. تفاعل الهواء مع المية مع التربة مع الشمس عمل التمثيل البناء الضوئي للنبات وعليها نمى النبات وبعدين خرج لي في الشكل النهائي. بعدها ده شكل البذور اهي وهي بتتحط في التربة. بعدين خرج لي في هيئة محصول زراعي زي ما أنا شايف قدامي. الحيوان بيقول لي ينتقل الحيوان من بيئة لأخرى. إذا الحيوان يدخل البيئة بطريقتين. يدخل البيئة عن طريق حاجة اسمها الولادة أو عن طريق حاجة تانية اسمها الهجرة. يعني إيه؟
يعني ايه الحيوان يدخل البيئة عن طريق الولادة او عن طريق الهجرة؟ عن طريق الولادة، انا عندي في الشارع بتاعي كلب، قطة، بقرة، ايا كان، انجب حيوان اخر. القطة جابت اطفال، جابت قطط صغيرين، الكلب جاب كلاب صغيرين، البقرة انجبت بقرة جديدة. كده انا عندي الحيوان اتولد حيوان جديد، او الشارع اللي جنبي او مكان جنبي هاجرت الطيور اللي فيه او الحيوانات اللي فيه وجت تعيش عندي، كده دخلت في البيئة بتاعتي. اذا الحيوان بيدخل البيئة يا اما عن طريق ان اتولد واحد جديد او هاجر واحد جديد. عارفين هجرة الطيور اللي كنا بناخدها العام الماضي اللي بتحصل في الربيع والخريف؟ ما هو كده الطيور المهاجرة بتسيب البيئة بتاعتها في فصول معينة وتسافر لبيئات تانية، مش كده؟ بتروح تعيش في بيئة ناس تانية وبعدين ترجع تاني عن طريق الهجرة برضو للبلاد بتاعتها في أوروبا، زي الطيور الملونة، زي الصقر، زي البومة، دي اسمها طيور مهاجرة، كائنات مهاجرة بتنتقل من مكان لمكان تاني علشان تعيش فيه بحثا عن الغذاء والمناخ الملائم ليها. إذا الحيوان ينتقل من مكان لآخر أو بيتولد، ده طريقة دخوله للبيئة. في النص بيعمل مجموعة من العمليات ويخرج من البيئة عن طريق الصيد أو الموت أو الهجرة. يعني إيه؟ يا إما خلاص ظروفي المناخية أنا اتغيرت فهو هيسيبني ويهاجر، يا إما الأكل بتاعه ما بقاش موجود عندي فهيسيبني ويهاجر يتنقل بقى على بيئة تانية، يا إما إن هو هيموت خالص ويخرج من البيئة نهائي ويتحلل وبعد كده يتحول لتراب، يا إما إن في حد هيصطاده وياخده ويربيه عنده في بيئة تانية، زي الناس اللي بتصطاد السلحفة مثلا تاخدها تربيها عندها في البيت. بيصطادوا الطيور الملونة زي العصافير الأسترالي والعصافير القلبي وياخدوها عندهم يربوها في البيت. إذا الحيوان دخل عن طريق ولادة وهجرة، خرج عن طريق موت وهجرة وصيد. كده فيها مشكلة؟ دي صور لمجموعة من الحيوانات، دي الطيور. الطيور دي احنا بنربيها في البيوت، تمام؟ لكن الطيور الأخرى المهاجرة هي الطيور اللي ملونة، الصقر، البومة وغيرها. شايف الصورة عندي بتاعت الأسد؟ الصورة عندي بتاعت الأسد بالنسبة لي والغزال دي عبارة عن كائنات مهاجرة بتهاجر من مكان لمكان تاني آخر. هنا هو مش بس بيعمل عملية هجرة، ده كمان بيعمل عملية صيد. ما هو كده الغزالة هتخرج من البيئة عن طريق إن الأسد هيصطادها وياكلها، يا إما تقدر إنها تفر وتهرب تعيش في مكان تاني وهنا تبقى عملت عملية هجرة. دي الطيور المهاجرة بتتنقل من مكان لمكان تاني، ممكن في النص حد يصطادها أثناء عملية الهجرة بتاعتها. نيجي لآخر مكونات النظام البيئي بتاعنا النهارده وهو الإنسان. الإنسان بقى اللي هو متأثر بكل عناصر النظام البيئي اللي احنا اتكلمنا عنه، وكمان بيأثر فيها نبات، حيوان، تربة، مية، أيا كان، شمس، هواء. الإنسان متأثر بكل ما حوله، ومش بس بيتأثر بيه، لا ده كمان بيأثر فيه، والتأثير ده نوعين، في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي. أنا بستنشق الهواء فبتأثر بيه، بأثر فيه يا اما هزرع شجره تجيب اكسجين تاني وتنقي الهواء، يا اما هعمل مصانع واطلع دخان او اجيب وسائل نقل تطلع دخان فتلوث الهواء. الانسان لا يدخل البيئه الا من خلال نشاطه الاقتصادي ولا يخرج منها الا من خلال الموت. الانسان خروجه من البيئه هي حاله واحده فقط، الموت. طب ليه؟ لان ايه هي البيئه؟ البيئة هي الوسط المحيط بالإنسان من كائنات حية ومكونات غير حية. على الوسط المحيط بمين؟ بالإنسان، يعني الحاجة اللي حواليك أنت. فأنا لو حتى هاجرت واتنقلت لمكان تاني هتصبح بيئة المكان التاني، يبقى في بيئة.
لان في حواليا وصف اسلوب بيا، ولكن الموت بتاع الانسان كده خلاص الانسان خرج من البيئه. حبايبي الحلوين، كنا معاكم النهارده في حلقه ممتعه جدا من منصه البث المباشر. كان معاكم مها عبد الباسط من اداره البث المباشر بوزاره التربيه والتعليم. حبايبي ان شاء الله نتقابل مع بعض في حصه جديده الاسبوع القادم. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.